معنا هنا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ قدورة فارس. أستاذ قدورة، الحمد لله على سلامتك. ربنا يسلمك، تسلم، إن شاء الله أقبل بخير. بصراحة شو اللي أعاق تنفيذ المرحلة هاي؟ محاولات تلاعب من قبل الاحتلال في بنود الصفقة، وفي أمرين مهمين: إدخال المواد الغذائية لشمال غزة، والتلاعب في موضوع معيار الأقدمية. حين تقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسير من الأشبال والنساء، وبحكم أن عددهم الإجمالي حوالي 450 ومطلوب اختيار 150، اتفق على أن المعيار الوحيد الأقدمية. الاحتلال تلاعب ببعض الأسماء، هو احتكم للأقدمية، ولكن هنا وهناك قدم اسم وأخر اسم. هذا أزعج المقاومة، لأنه أرادوا أن يكرسوا تقليدا من الآن فصاعدا، كل شيء يتفق عليه للتنفيذ وليس للمماحكة وليس للألاعب، ولذلك كان هذا. لكن مصادر إسرائيلية قالت بأن الحديث عن الأقدمية كان مجرد حديث وليس اتفاق. يعني دائما يحاولون التبرير، مع أنه يعني أصلا الموضوع برمته سخيف. نحن لا نتحدث هنا عن مفاضلة بين أسير محكوم مؤبد وأسير محكوم سنة، هي المفاضلة في الأقدمية يعني بفرقية شهرين أو 3 شهور. يعني ليس يعني لن يعني يحدث ذاك الخلل الكبير حتى لو نفذ الاحتلال ما أراد. هي المسألة مسألة مبدأ، أن يتعود الاحتلال في تعامله معنا كشعب فلسطيني، في تعامله مع الدول الوسيطة التي يسرت تنفيذ هذه الصفقة، يفترض أن يتعلم كيف يحترم كل جملة، كل سطر يوضع على متن أي اتفاقية. الدفعة يوم غد، هل تم الاتفاق عليها بالضبط؟ متى ستنفذ؟ يعني صار في عنا تقليد، يعني قد أنجزنا دفعتين. عادة يعني تسلم المقاومة من لديها أو المتفق عليهم الساعة 4، ومن 4 حتى 8 يفترض، يعني غدا من 4 حتى 8 نكون قد تسلمنا أبنائنا وبناتنا. ولكن ما السر أن السلطات السجون الإسرائيلية لا تسلمكم القوائم أو لا تنشر قوائم المنوي الإفراج عنه؟ هو يعني نحن كانت موجودة القائمة عندنا منذ صبيحة اليوم، ولكن تحفظنا على نشرها بسبب الخلاف الذي كان على موضوع الأقدمية، فخشينا أن يعني نتسبب بإحباط لبعض العائلات لو شطبت أسماء، أو أن يأتي أناس من مناطق بعيدة. يعني تجنبا للبلبلة تحفظنا على القائمة للحظة التي علمنا فيها أنه تكرر التنفيذ استنادا للقائمة التي كانت موجودة بين يدينا، وحين ذاك نشرنا. يعني ليس مطلوبا من ولا نطالب من الاحتلال أن يسلمنا أو أن ينشر، القوائم موجودة لدى المقاومة وتصل للشؤون المدنية أيضا، فبالتالي لا حاجة لنا أن نستقبل منهم أي شيء مباشرة. هل يتم تهديد الأسرى أو وضع شروط عليهم قبل مغادرتهم السجين؟ يعني تهديدات سخيفة، بعض ضباط المخابرات يتصلون على آباء وأمهات الأسرى المحررين بأننا سنفعل كذا وسنفعل كذا. هذا يعني إنما يعكس يعني مستوى الطغيان. يعني أنت تتحكم في حياتنا وفي تحركاتنا، أنت تريد أن تقيس علينا مساحة ابتساماتنا، نبضات قلوبنا. يعني هذا مبالغ فيه، وهذا يدل على هوس ويدل على استعلاء واستكبار، ولكن أيضا يدل على يعني درجة عالية من السخافة أن تتدخل في إذا قدم حلوى أو لم يقدم حلوى. إحنا أيضا شعب ندرك أننا الآن نحن في خضم حرب، وأن الوجع كبير على فقدان من فقدناهم، ما يقارب 20,000 شهيد وما يقارب 40,000 جريح. فيعني لا فرح في قلوب الشعب الفلسطيني اليوم. هذا المشهد الذي رأيته هو تعبير عن التحدي وتعبير عن انتصار الإرادة أكثر منه للتعبير عن البهجة. لسنا مبتهجين، ستكون بهجتنا يوم حريتنا واستقلالنا ويوم اندحار الاحتلال في حربه الآثمة على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.